السلام عليكم. بعد تأكيد رونو الجزائر لعودة مصنع وهران لتركيب السيارات من جديد بشكل مؤقت، يتساءل الكثير من المواطنين عن وجهة هذه السيارات وأسعارها ومن هم أولى الزبائن لشرائها. وفي هذا السياق أكدت مصادر مسؤولة لرونو الجزائر أن المركبات التي سيتم تركيبها ستوجه أولا للمواطنين الذين قدموا الطلبيات سابقة، وبالنسبة للذين ألغوا طلباتهم فإن السيارات سيتم تسويقها للمواطنين في مختلف قاعات العرض التابعة لرونو عبر الوطن. وبالنسبة للأسعار التي كشفت عنها رونو بعد استئناف عملية التركيب الأولى منذ أشهر، فقد عرفت ارتفاعا جنونيا مقارنة مع الأسعار السابقة، وهي نفس الأسعار التي ستطبق بالنسبة للسيارات التي ستشملها عملية التركيب الثانية. وأرجعت الأمر بالدرجة الأولى إلى إدخال الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 19% في السعر، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي تم احتسابها أيضا في السعر وانخفاض قيمة الدينار. وهذا ما جعل أسعار السيارات ترتفع بشكل كبير مقارنة مع الأسعار المطبقة سنة 2019 والتي كانت معفاة من جميع الضرائب والرسوم. سلام.